مرحب بكم زملاؤنا الطلبة في درس لمادة علم الأحياء للصف الثالث الثانوي العلمي لعام 2019-2020. معكم المدرسة رؤى عيسى من مدرسة علي الصباح والطلاب الأعزاء. رغد محسن. آية خضو. نور سلامة. أهلا وسهلا بكم. درسنا اليوم عن التنامي الجنيني وتشكل المشيمة لدى الإنسان خلال فترة الحمل. نبدأ في الصورة التي على اليسار، نلاحظ وجود مجموعة من الأجهزة. هذه الأجهزة موجودة في أغلب غرف المشفى وخصوصا غرف العناية المشددة، وظيفتها الأساسية الحفاظ على حياة المصابين والمرضى. الجهاز الأول يقوم بعملية غسيل الكلى، تمام؟ تحتاج هذه العملية داخل جسم الإنسان من 4 إلى 5 دقائق، بينما من خلال هذا الجهاز تحتاج من 4 إلى 5 ساعات، وعملية مؤلمة جدا، تمام؟ بينما الجهاز الآخر فهو جهاز مكلف بقياس ضربات القلب ومعدل الأكسجين في جسم الإنسان. والجهاز الأخير هي غرفة عناية مشددة، وظيفتها الأساسية الحفاظ على حياة الإنسان المصاب أو المريض. أما في الصورة المقابلة لدينا ما يقابل هذه الأجهزة داخل جسم الإنسان، وتتمثل بجهاز التنفس الذي يقوم بعملية التنفس لتأمين الأكسجين لحياة الإنسان خلال فترة من لحظات الاستيقاظ حتى النوم، حتى خلال فترة النوم يعني 24 ساعة. وعندنا جهاز الإطراح المؤلف من كليتين مع القنوات الناقلة والمثانية اللي راح تنظف وتنقي الدم من الفضلات، وذلك خلال من 3 إلى 4 دقائق، تمام؟ بمعدل من 3 إلى 4 دقائق يتم تصفية الدم من الفضلات الموجودة فيه. أما الجهاز الأخير فهو جهاز الهضم اللي راح يقوم بعملية هضم المواد الغذائية اللي دخلت من خلال الطعام، والحصول على مواد بسيطة تدخل بتركيب خلايا الجسم، تمام؟ هيدا لدى الإنسان البالغ. أما عند الجنين خلال فترة الحمل 9 أشهر، من الذي سيزود الجنين بالغذاء؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال درسنا اليوم. قبل بداية الدرس رح نعمل مراجعة سريعة لمراحل الإلقاح عند الإنسان، تمام؟ خلال فترة حادث الإباضة في اليوم 14 من الدورة الجنسية رح يتم طرح خلية بيضية ثانوية رح تتلقح بعدد من النطاف في أي جزء من القناة الناقلة؟ في الثلث الأعلى من القناة الناقلة للبيوض. رح تلتقي بعدد كبير من النطاف، لكن نطفة واحدة نحتاجها لعملية الإلقاح، تمام؟ نتيجة ذلك بتشكل لدينا بيضة ملقحة، تمام؟ خلال رحيلة بالقناة الناقلة للبيوض ومسيرة تعرض لمجموعة من الانقسامات، هي الانقسامات منصفة أو خيطية، أكيد خيطية. ليش؟ من أجل زيادة عدد الخلايا، تمام؟ منبلش بمرحلتين، خليتان، 4 خلايا، 16 خلية وهي مرحلة التويتي. بعد ذلك رح تتابع انقسامة لتشكل بنية مميزة هي الكيسة الأرومية. الكيسة الأرومية عبارة عن 3 بنى أساسية. الأولى هي طبقة الخلايا الخارجية والمسمات بالأرومة المغذية، هي اللي راح تعطي الأغشية اللي راح تحمي الجنين وتساعده خلال فترة الحمل، وراح تساعد بتشكيل المشيمة. البنية الثانية هي سائل موجود داخل جوف الأرومة. البنية الثالثة هي الكتلة الخلوية الداخلية يلي راح تعطي المضغة يلي راح تعطي الجنين خلال فترة الحمل. هلا راح تتابع الكيسة الأرومية رحلتها وصولا لداخل تجويف الرحم. بوصولها هذا الشيء رح يتم باليوم 6 بعد الإلقاح، رح تقترب من مخاطية الرحم، الطبقة الداخلية للرحم. من جهة الكتلة الخلوية الداخلية رح تلامس بطانة المخاطية تبع الرحم تبعنا، ورح تحاول تدخل نحو الداخل. مين رح يساعدها بهذا الشيء؟ خلايا الأرومة المغذية. شو راح تساوي؟ راح تعطي طبقات خلوية غزيرة، راح يروح غشاءها اللي هي اللي ويختفي، وتفرز أنزيم. هذا الأنزيم شو راح تكون وظيفته؟ تجويب مواد ضمن الرحم، هي مواد بروتينية سكرية. اسم الأنزيم هو الهيالورونيداز، تمام؟ راح تكون وظيفته الأساسية يخلصنا من المواد البروتينية السكرية ليسمح للكيسة الأرومية الدخول نحو الداخل. شو الغاية من ذلك؟ شو رح نستفيد من دخول الكيسة الأرومية؟ أول شيء حماية، بروتكشن لإلى حماية. ثاني شيء هي شو؟ حماية لإلى. ثاني شيء المساعدة بتعشيش، تمام؟ هلأ رح نلاحظ بالمقابل مخاطية الرحم رح تتقسم ورح تشكل مختلط خلوي. هذا المختلط من شو رح يكون مؤلف؟ من هيولة.
من مجموعة نوا وهيولا، شو راح تكون وظيفتها الأساسية؟ هي شو؟ إنها تحيط بالكيسة الأرومية بهذا الشكل، تمام؟ منلاحظ إنه بلشت خلايا الأرومة الخارجية تعطي استطالات نحو الداخل كأنها إصبعية، راح تكون هي امتدادات أو زغابات مشيمية أو كوريونية. شو راح تساوي وهي داخلة؟ راح ترتبط مع الأوعية الدموية وتصير تلامسها، فحيتفكك جدار هاي الأوعية الدموية، الدم اللي عم ينزف منه وين راح يروح؟ راح يعبي الفراغات اللي بيناتها. هذا الدم من وين إجا؟ من بطانة الرحم، راح يحيط ويعبي الفراغات الموجودة ضمن هالزغابات المشيمية. لننتقل للمرحلة الأخيرة اللي هي باليوم الـ11، هي مرحلة التعشيش. هون منلاحظ إنه صارت كامل الكيسة الأرومية داخل بطانة الرحم. منلاحظ كذلك الأمر إنه الكتلة الخلوية الداخلية بلشت تاخذ شكل قرص مؤلف من طبقتين فقط لا غير. بالمقابل رح نشوف إنه بلش تتشكل أجواف وأكياس. شو هي؟ اللي موجود هون بالداخل بنسميه الجوف الأمنيوسي، رح يتعبى بسائل اسمه السائل الأمنيوسي، وظيفته دعم المضغة، ممتاز، وحمايتها من الصدمات. قلنا نحن أي سائل أو أغلب السوائل المحيطة بأعضاء جسمي رح تكون وظيفتها امتصاص الصدمات، تمام. السائل الثاني هو غشاء أو الكيس المحي، تمام، رح تكون وظيفته الأساسية تغذية القرص الجنيني. بعدين رح يبلش بإنتاج خلايا الدم تبعيتي أنا، ورح يبلش بإنتاج خلايا المناعة. إيمت؟ بالأسابيع الأولى من الحمل، تمام؟ طيب بعد ذلك منلاحظ بالانتقال للصورة التالية بأنه ظهرت عندي طبقة جديدة بالقرص الجنيني، هي الطبقة الوسطى. تحول القرص لثلاث طبقات بنسمي كل واحدة فيهم وريقة، وكل واحدة فيهم رح تكون مختصة بتشكيل جهاز من أجهزة الجسم. فالوريقة الخارجية رح تكون وظيفتها تفضلي نور تشكيل الجهاز العصبي، أما الوريقة الوسطى شو رح تكون وظيفتها تفضلي آية؟ تشكيل العضلات والعظام وجهاز التكاثر. تمام، جهاز التكاثر حسب سواء كان ذكري أو أنثوي، هذا الشيء بيتحدد بشو؟ مع تقدم نمو الجنين بالحاسات الجنسية ذكرية أو أنثوية، بتحدد شو هي الأعضاء اللي رح تتشكل خارجية أو داخلية. أما الطبقة الداخلية فهي رح تعطي جهاز الهضم، ممتاز. هذا الحكي كلياته نحن في اليوم 12 فقط من شو؟ من الإلقاح، تمام؟ طيب ننتقل للمرحلة التالية. قلنا نحن بالبداية رح يتشكل عنا الجوف الأمنيوسي، تمام؟ طيب أنا في عندي جوفي وسائل المفروض ينحط بغشاء حتى هذا السائل ما يخرج. كيف رح يتشكل الغشاء الأمنيوسي؟ رح تهاجر بعض خلايا الكتلة الخلوية الداخلية لتصطف على محيط الجوف لتشكل الغشاء الأمنيوسي. بالمقابل الكيس المحي رح نلاحظ كذلك الأمر نحن إنه رح تهاجر بعض خلايا الكتلة لتحيط بمحيطه لتشكل غشاء الكيس المحي. رح نلاحظ مع تقدم المراحل إنه الكيس المحي هون متضخم بينما هون بلش يتراجع، على حساب مين؟ على حساب الجوف الأمنيوسي. ليش؟ لأن المهمة اللي كانت ملقاة على عاتقه انتهت، صار المطلوب منه هو فقط لا غير المتابعة قليلا بخلايا المناعة، لكن تغذية الجنين وتقديم الحاجات اللي بده إياها رح يقدمها هلا السائل الأمنيوسي، تمام؟ ورح يحمي لنا إياه. السائل الأمنيوسي هو المصطلح اللي نحن بنستخدمه بين بعضنا وبين السيدات، هو ماء الرأس أو سائل الرأس، تمام؟ هو اللي بيطق قبل مرحلة الولادة الطبيعية وخلال مرحلة المخاض، تمام؟ هلأ رح نلاحظ بعد ذلك الأمر إنه القرص الجنيني والوريقات الثلاثة بلشوا يتحولوا لمين؟ لمضغة. هذا المصطلح نحن بنطلقه على الجنين من نهاية الأسبوع أو اليوم 25 من الإلقاح لنهاية الشهر الثاني من الحمل أو الأسبوع الثامن، بنسميه مضغة، تمام؟ بعد ذلك رح نلاحظ إنه المضغة رح تبلش تبتعد عن غشاء الكوريون أو غشاء المشيمة، تمام؟ بابتعادها رح تتشكل بنية هي اللي رح تربطهم ببعض، الحبل السري. طيب قبل ما يتشكل الحبل السري بدنا نعرف المشيمة لهلا ما تشكلت، كيف رح تتشكل؟ الزغابات الكوريونية اللي شفناها رح تحفر لإلى مكان داخل بخاطية الرحم، بطانة الرحم، بمكان الحفر مع تلامسها بالأوعية الدموية والدم اللي نزف من مخاطية الرحم للأم رح تتشكل المشيمة، وبالتالي تشكل جزء منه أتى من الجنين
جزء منه أتى من الأم، هو ما نوع عمل شخص واحد. تمام؟ طيب راح نلاحظ بعد ذلك الأمر لنشوف شو وظيفته، شو الغاية من وجوده وشو الغاية من وجود الحبل السري. تمام؟ قلنا راح يرتبط الجنين مع المشيمة عن طريق الحبل السري. تمام؟ راح يحتوي الحبل السري بداخله على مجموعة من الأوعية الدموية راح تتمثل بشريانين ووريد واحد فقط. الشريانين راح يكونوا متجهين من الجنين إلى الزغابات الكوريونية في المشيمة، والوريد عائد من الزغابات إلى الجنين. تمام؟ راح نلاحظ نحن بأنه الشرايين أو الوريد راح يتفرعوا بالزغابات لفروع كثيرة، شعيرات دموية دقيقة لتحقق التبادل، وراح نلاقي عدد كبير من الزغابات الكوريونية لتأمن مساحة سطح واسعة لأجل عملية تبادل المواد بين دم الأم ودم الجنين. تمام؟ راح نلاحظ بالبداية شو هي المواد الغذائية اللي راح يحصل عليها الطفل من الأم، شو هي المواد اللي راح تقدمها، راح نشوف أنا وأنتو شو هي وظائف المشيمة وليش هي موجودة. أول وظيفة للمشيمة هي دورة كجهاز تنفس لمين؟ للجنين. شو راح تقدم للجنين؟ الأكسجين. الأكسجين. تمام، راح نأخذ الأكسجين من دم الأم إلى الجنين. تمام، إلى الجنين. شو راح نأخذ من الجنين هبة؟ ثاني أكسيد الكربون، راح يتم طرحه عن طريق الشريانين للزغابات، راح ينتقل للدم المحيط بالزغابات للأم. تمام؟ بالمقابل راح يكون في إلى دور كتير مهم للمشيمة جهاز هضم. هي شو؟ رح تودي المواد الغذائية من العادية أو المهضومة؟ لا مهضومة. أكيد المهضومة. من وين؟ من دم الأم للجنين. ممتاز. أما بالنسبة لدورة كجهاز اطراح فهي شو؟ تفضلي آية. تقوم بطرح فترات الجنين وكذلك طرح غاز ثاني أكسيد الكربون. تمام، مو عن طريق جهاز الاطراح، ثاني اكسيد الكربون متخلص منه عن طريق جهاز التنفس للام. اما الفضلات اللي هي فضلات نيتروجينيه، تمام، عن طريق جهاز الاطراح ممثله بالبوله وحمض البول. تمام. طيب انطرحت عن طريق الكلى للام. الدور الثاني للمشيمه وهو الاهم، راح تشتغل المشيمه عند الجنين كغده صماء. ما المقصود بغده صماء؟ تفضلي نور. وهي الغده الماء، الغده التي لا تمتلك قنوات لتفرز حساسه فيه، هي الغده التي لا تمتلك مواد لتفرز، لا تمتلك قنوات لتفرز فيها مفرزاتها. اين تلقي مفرزاتها؟ بالدم او اللنف. ممتاز. شو راح نسمي الماده الكيميائيه اللي راح تطرحها؟ راح نسميها حاسات. شو راح نسميها؟ حاسات. حاسات، ماده كيميائيه راح تنطلق من الغدد الصماء بجسمي انا. تمام، رح تنتقل عبر الدم واللنف لأماكن تأثيرها لتأدي وظائف مختلفة بالجسم. طيب شو هو دور المشيمة كغدة صماء؟ أول شيء إفراز حاسة جدا هامة هي حاسة الـ HCG. رح يبلش إفراز هي الحاسة من اليوم السادس للإلقاح. يوم سادس ما في مشيمة، من اللي أفرزها؟ خلايا الأرومة المغذية. شو الغاية منها؟ رح تنتقل هي الحاسة عبر الدم واللنف وصولا لمين؟ لبنية داخل المبيض، هي الجسم الأصفر. شو راح تأدي فيه لهذا الجسم؟ راح تمنع تراجعه، لأنه بالحالة الطبيعية الجسم الأصفر المفروض بعد الإباضة إذا صار فيه إلقاح بتابع عمله بإفراز حاستين هامتين، الأولى هي الاستراديول والثانية هي ممتاز البروجسترون، اللي راح يكون لهم دور كتير مهم بالحفاظ على الحمل واستمراره لتسعة أشهر. تمام؟ طيب بعد هالفترة هي رح تتابع المشيمة بإفرازه. لأيمتى بيستمر الجسم الأصفر بإفراز هالحاسة تبعيته؟ لحد الشهر الثالث من الحمل. بعدها بيتوقف، بتتابع المشيمة بإفرازه لنهاية الحمل. رح نلاحظ نحن بأنه بعد الإباضة مباشرة زاد تركيز الـ HCG في الدم، انتقل عن طريق الدم وصل للجسم الأصفر، زاد إفراز الاستراديول بروجسترون واستمر حتى نهاية الحمل بالاسبوع 40. تمام؟ طيب تعالوا نتخيل نحن لو انه توقف افراز الـ HCG خلال الاسبوع الثامن من الحمل او خلال الاسابيع الاوليه من الحمل، شو راح ينتج عن ذلك هبه؟ رغد. عفوا. الاجهاض. شو السبب؟ توقف افراز حاسه البروجسترون. تمام. طيب صعب هالكلام؟ هل للـ HCG تاثير على حادثه الاباضه لدى السيدات؟ لا، لأنه هاي الحاسة ما بينفرز غير من وين؟
من خلايا الأروم المغذية يعني بعد الإلقاح، ما بتأثر على الإباضة عند الأنثى أبداً. تمام؟ طيب منلاحظ نحنا، طيب السيدات في المنازل كيف بيكتشفوا انه هن حوامل او لا؟ من خلال اختبار تحليل البول. تمام، تحليل البول واختبار منزلي للكشف عن الحمل. المبدا الاساسي بهذا الاختبار هو البحث عن الحاثات الجنسيه في البول. بشو ممثله هاي الحاثات؟ حاستنا نحن هي الاتشيجي اللي كنا عم نحكي عنها. ارتفاع تركيزها ببول المراه هو دليل على انها حامل، وهي سبب ظهور الخطين. تمام. هلا الوظيفة الحاسة الثانية اللي راح تقوم المشيمة بإفرازها هي حاسة اسمها الريلاكسين. تمام، راح يتم إفرازها بالبداية من الجسم الأصفر، بعد ذلك من المشيمة. الوظيفة الأساسية لإله نحن منلاحظ بالصورة اللي على اليسار إنه هيدي عظام الحوض تبعتنا وعظمتي العانق قريبتين وملتحمتين ببعضهم البعض، الغاية من ذلك هي حماية أعضاء التكاثر. تمام. طيب خلال فترة الحمل نحن في عنا جنين عم يزداد وزنه وطوله وعم يكبر، في عنا سائل أمنيوسي عم يزداد حجمه، كيف رح يتسع؟ رح يتسع عنا الرحم لامتلاكه لعضلات بتساعده على التمدد. تمام، خلال فترة الولادة الطبيعية تمام بده يخرج الجنين بحجمه الكبير من المهبل، كيف رح يقدر يخرج هو إذا هدول العظمات مسكرات بهذا الشكل أو ملتحمات؟ عن طريق حاسة الريلاكسين يلي رح تلعب دور كتير مهم بإنه تحول هاي العظام الارتفاق العاني ممتاز نور لشو؟ لبنية طرية، وتباعد عن بعضهم البعض لنسمح لأكبر أجزاء الجنين بالخروج هي الرأس، وبس تخرج باقي الأجزاء بتتبعه مباشرة. تمام، رح يستمر إفرازهم لهدول خلال فترة الحمل. بالنهاية رح تصير الولادة لانه انخفض شيخة تيارة المشيمة تبعتنا، ما عاد عندها قدرة على افرازهم، بنخفض الحاسات كلياتهم استراديول وبروجسترون، وبتصير عملية الولادة طبيعية. تمام. هلا منتابع نحن بالمراحل الاخيرة من الحمل، ومنلاحظ بانه هون بلشت المضغة لتشكل الاعضاء الهامة من الجنين، العمود الفقري والقلب. هذا الحكي رح يتم ايماد خلال الشهر الاول للثاني. القلب ببلش ياخذ بنيته النظاميه باربع غرف، تجاويف اذينتان وبطينان خلال الشهر الثاني. كذلك الامر الوجه تبع الجنين ببلش يتشكل خلال الشهر الثاني. تمام. بالمقابل رح نشوف مع الاستمرار باشهر الحمل خلال الشهر الثالث شو راح يصير في عنا نحن؟ تتشكل أجهزة التكاثر. ممتاز، نبلش نميز جنس الجنين، تتشكل أجهزة التكاثر البنى الداخلية والخارجية، وبتقدر الأنثى تميز جنس الجنين هل هو ذكر أم أنثى، قبل مستحيل تميزهم. تمام؟ بالمقابل ونحن ماشيين منلاحظ إنه بلشت تتكمل الأعضاء المختلفة، بالشهر الرابع راح يكتمل الجهاز العصبي، ببلش تشكيله هو خلال أول أسبوعين. من الأسبوع الثالث للأسبوع الرابع من الإلقاح أو من الحمل بتابع تشكله ببناه المختلفة وأقسامه المختلفة مع الأعصاب تبعيته بالشهر الرابع، وهون ببلش يمتلك القدرة على الحركة الجنين، بتبلش الأم تحس بحركات ابنها بداخلها. تنتهي هاي العملية بالشهر التاسع أو بالأسبوع الأربعين. تمام، وبتصير عملية الولادة. طيب خلال الأشهر الأخيرة من الحمل نحن منلاحظ أنه السيدات الحوامل عم تتغير في عندهم كتير أشياء بجسمهم. شو هي الأشياء اللي رح تتغير؟ رح نلاحظ أنه نفسها بيصير صعب، يعني بيصير نفسها مثل ما نحن بنكون طالعين طلعة قاسية أو صعبة. شو السبب الأساسي بهذا الموضوع؟ زاد معدل التنفس. ليش عم يزداد معدل التنفس عند هاي الأم؟ بسبب حاجة الجنين الأكسجين. ممتاز ممتاز، الجنين كل ما نما برحمه هو بمراحل المختلفة عم يطلب زيادة أكسجين مشان خلاياه اللي عم تكتر، وبالتالي صارت ملزمة هي تأمنهم، فراح تزيد معدل التنفس. بالمقابل رح نلاحظ انه هاي المرأة رح يزداد حجم الدم عندها هي. شو السبب الأساسي لازدياد حجم الدم؟ منبلش نحن عند إنسان طبيعي مثلي ومثلكم أو مثلكم أنتوا بوزن 65 كيلوغرام، عنا 5 لتر، بنهاية الحمل رح يوصل عندها لأكثر من 6 لتر. شو السبب الأساسي؟ لأنه هيموغلوبين الجنين رح يجذب الأكسجين بقوة من هيموغلوبين الأم. طيب وبالتالي رح يصير في عندها مشاكل هي بالأكسجين، كيف بدها تأمنه إله ولابنها؟ فبتزيد حجم الدم بإفراز حاسة الأرثروبيوتين من الكلى والكبد.
بينفرز هاي الحاسة بتزيد حجم الدم داخل جسم الأم، وبالتالي بتقدر تأمن حاجتها وحاجة جنينها. بنلاحظ كمان زيادة الوزن عند الأم الحامل أو المرأة الحامل. شو السبب الأساسي؟ بلشت تاكل كتير، عم تاكل عن اثنين. هاي المصطلح اللي احنا بنستخدمه بين بعضنا، انه هي ما عم تاكل عن شخص واحد، عم تاكل عن شخصين فعلا، لانه هي هون في حاجة للجنين اثناء نموه، متطلباته عم تزداد ليقوم، لخلايا جسمه تبني نفسها لتقدر تأدي وظائفها. كيف رح يتم هذا الشيء؟ رح يحصل على الغذاء من امه. المشكلة الاخيرة اللي بتعاني منها السيدات الحوامل هي كثرة التبول. شو السبب الاساسي لزيادة كثرة التبول؟ السبب الاساسي عندنا شغلتين اساسيات، الكلية ما بتصفي الدم غير بنسبة 50%، الترشيح تبعها هو 50%، تعتبر نسبة مانا عالية. كيف راح تلحق تصفي الدم للأم وللجنين؟ بالإضافة لذلك تضخم الرحم ليسع الجنين راح يضغط على المثانة، وبالتالي ما فيها تحبس البول لفترة طويلة. ممتاز، وهيك انتهت فترة الحمل كاملة، صار في عنا ولد جاهز، ممكن يصير في عنا بنهاية الشهر السادس ولادة مع بداية الشهر السابع. شو السبب؟ لأنه كامل الأعضاء مثل ما أنا شايفينها صارت جاهزة، أو بيستمر الطفل بالوجود داخل الرحم لنهاية الشهر التاسع. شو الفائدة إذا الأعضاء كلها تشكلت؟ حماية لإله أكثر. ممتاز، تقوية مناعة، بالإضافة لذلك زيادة وزنه وحجمه. بدل ما يجي بالشهر السابع بوزن كيلو ونص أو كيليين، ممكن يجي بالشهر التاسع من 3 إلى 4 كيلو، بطول ما يعادل من 40 إلى 50 سنتيمتر. فهون صار في عنا الطفل أقوى وقادر على الحياة بشكل أفضل. صعب درسنا لليوم؟ طيب رح نختم درسنا لليوم بمجموعة من الأسئلة. تمام، أول سؤال عنا يا، من أين يستمد الطفل غذاؤه خلال فترة الحمل؟ تفضلي نور. من الأم خلال حمل السري. تمام، والبنية اللي سميناها شو كانت درسنا؟ ممتاز، المشيمة. وكيف رح تتم المبادلات بين دم الأم والجنين؟ مبدأ بسيط بالنقل، هو عبارة عن انتشار ونقل فعال. تمام، الانتشار ما بده طاقة، من وسط عالي التركيز لوسط منخفض، والنقل الفعال بيحتاج طاقة بناخدها من مركبات الطاقة اللي حكينا عنها الـ ATP. تمام، هلا المصطلح العلمي المناسب، حاسه تفرزها المشيمه تقوم بتليين الريلاكسين. ممتاز، الريلاكسين، البنيه التي تربط الجنين مع المشيمه، الحبل السري. فسر علميا كل مما يلي، سطح الزغابات الكوريونيه واسع. تفضلي نور. التبادل ما بين دم الام تمام، لتامين سطح واسع للتبادل ما بين دم الام ودم الجنين. السؤال الاخير، هل تحس الام بحركه الجنين؟ أي نعم، بسبب تشكل أجهزة العصبي للجنين وذلك في الشهر الرابع من الحمل. ممتاز، هالكلام رائع. طيب بناء على هذا الكلام انتهى درسنا لليوم، بتمنى يكون أعجبكم واستفدتوا منه. شكرا لكم.